أول حاجة أعرف بس بسرعة الكتاب اتنشر إمتى وكتب إمتى وكان ده كله. الكتاب اتكتب سنة 1965 وابتدوا يكتبوه يعني based على series of interviews كان الكاتب بيعملها. الكاتب اسمه أليكس هيلي. فأليكس هيلي راح لمالكوم إكس سنة 64 وقال له سألوا لو ممكن يعمل معاه انترفيوز مسجلة ويبقى الناتج للانترفيوز دي ان هو يكتب قصة حياته. فمالكوم إكس كان متردد جدا فهل هو يعمل كده او ما يعملش كده وهل هيبقى منها فايدة والكلام ده كله، بالذات ان احنا مالكوم إكس ساعتها كان عنده 40 سنة بس، يعني ما كانش حد كبير قوي في السن ان هو يعني يقعد يحكي حكاية حياته كلها. المهم الكاتب قدر ان هو يقنعه ان هو يعمل الانترفيوز دي، ومالكوم اشترط ان هو اي حاجه هو يقولها تكون موجوده في الكتاب واي حاجه هو سابها ما تكونش موجوده في الكتاب. يعني ما يجيش الكاتب بعد ما يجي ينشر الكتاب يقوم ضايف حتت من حياته هو يكون عارفها والكلام ده كله. فالكتاب مع انه يعني مكتوب بخط أليكس هيلي، اللي كاتبه هو اصلا مالكوم إكس وهو بيحكي عن حياته كلها من يوم ما اتولد وايه اللي حصل قبل ما اتولد، واخر حته بس كانت كاتباها كان كاتبها أليكس هيلي كان ازاي مالكوم اتقتل سنه 65. يعني كتاب اتنشر سنه ما مالكوم إكس اختي. فقبل ما نتكلم على الكتاب نفسه ومحتوى الكتاب، عايزه اشرح شويه انا ليه اخترت الكتاب ده بالذات او ليه كتاب مالكوم إكس بيعتبر من اهم الكتب اللي كتبت في القرن العشرين. يعني هو التايمز كانت بتقول عليه ان هو واحد من اهم 10 كتب انت لازم اي واحد يقراها اتكتبت في القرن العشرين. فايه الفكره من الموضوع ده؟ مالكوم إكس اهميته كانت في التاريخ الامريكي كان لها جزئين. الجزء الاول كانت اهميته في الصراع الاسود في تاريخ امريكا، وكان هو يعني موجود وقت ما كان مارتن لوثر كينج كان ايامها هما الاثنين كانوا بيشتغلوا في نفس النضال بس بطرق مختلفه. انا يعني هشرح الاثنين مختلفين عن بعض ازاي، بس هما كانوا في الوقت اللي كان فيه الصراع للحقوق الامريكيه كان عالي جدا. حقوق السود في امريكا كان صوته عالي جدا وكان في حاجات كثيره بتحصل حوالين الموضوع ده، وكانوا هما بيحاولوا دايما ان هما يحصلوا على حقوق السود في أمريكا بطرق مختلفة. فكان مالكوم إكس واحد من أعلام الموفمنت دي. ومالكوم إكس برضو الحاجة اللي ميزته إن هو كان برضو علم من أعلام التاريخ المسلم الأمريكي في أمريكا. يعني شيخ حمزة كان كاتب كنت بسمع له انترفيو بيتكلم فيه عن مالكوم إكس، كان بيقول إن مالكوم إكس يعد أهم شخصية في تاريخ الإسلام في أمريكا. يعني نقطة آخر السطر، لأن هو من لولا مالكوم إكس واللي عمله للمسلمين في أمريكا ما كانش كتير مننا بقينا موجودين هنا، ما كانش في هيبقى عدد المسلمين ده في أمريكا، ما كانش في ناس كتيرة جدا هتكون أسلمت منهم شيخ حمزة نفسه. يعني هو ناس كتيرة جدا كل اللي عملته في حياتها إن هي قرأت الكتاب ده وأسلمت، يعني خلصوا الكتاب طلعوا على المسجد أسلمت، وقصص من دي كتيرة جدا بقى. فأنا حبيت بس أدي الباكراوند ده قبل ما نبتدي نتكلم عن حياته نفسها. فهو اتولد سنة 1925 في ميشيغان. بابا كان أكتف جدا في الكنيسة اللي كانت موجودة عندهم في المدينة بتاعتهم، هي كانت مدينة صغيرة جدا. وبابا كان واحد مشهور جدا في الكوميونتي بتاعتهم، فبالتالي مالكوم إكس وهو صغير تقريبا كان عنده 5 سنين جاء ناس من اللي هم الكي كي كي اللي بيلبسوا ابيض من فوق لتحت دول، ويعني هم بس هي اللي بتبقى باينه، رموا نار على البيت بتاعهم وكانوا عايزين يموتوا كل اللي في البيت. فبالتالي اللي حصل ان بابا توفى ومامته هي اللي كانت مسؤوله عن العيله كلها. مامته بعديها قامت واخده العيله كلها وقامت نقله لبوسطن.
من ميشيغان. وهناك مامته حاولت ان هي تربيهم بس ما قدرتش لان هما كان هو عنده اخوات كتير وتربيتهم لوحدها كانت صعبه. فانتهى الامر بمالكم ان هو واخوه راحوا عند عمته. بعد ما راحوا عند عمته بعديها بكام سنه قرر مالكم ان هو يستقل بذاته وان هو يروح نيويورك ويبتدي هو بقى يشوف ايه حياته بنفسه. فدي بقى كانت يعني دي كانت اول نقطه تحول في حياه مالكم لان هو في اول مره في حياته ما بقاش في حد بياخد باله منه. هو يعني كان دايما بيتكلم على عمته وعلى مامته ان هم كانوا ناس شداد جدا وكانوا بيهتموا جدا ان هم يخلوهم كلهم يعني نوعا ما ماشيين على الصراط المستقيم يعني. فلما راح نيويورك بقى ابتدى يكتشف الطرق المختلفه اللي هو ممكن يكسب بيها الفلوس. فكان بيلعب قمار كتير جدا, كان بيبيع اللي هي التيكتس بتاعه اللوتري والكلام ده كله. ابتدى ان هو يشرب مخدرات, ابتدى ان هو بيقول انا كان كل امل حياتي في الفتره دي من حياتي ان انا ابقى ابيض وان انا اعيش حياه البيض. فلدرجه ان هو كان بيكوي شعره عشان يبقى شعره املس عشان يقدر يسرحه زي ما الناس البيض بيسرحوا شعرهم. وزمان كان كوي الشعر ده ما كانش حاجه سهله, كانوا بيحطوا ماده كاويه على شعرهم بتحرق جدا ما بيقدروش يعني محدش يقدر يستحملها على راسه اكتر من 30 40 ثانيه وبعد كده لازم يغسلها. فيعني للدرجه دي كان هو يعني بيتعب نفسه عشان يبقى زي البيض. كان بيحضر حفلات الناس البيض وكان بيصاحب بنات بيض بس. فكان عنده احساس ان هو الناس البيض دول هم الهدف اللي هو عايز يبقى زيه. هو كان بيقول ان احنا في الفتره دي من حياته لو كان طال ان هو يغسل جلده كان غسله من كتر ما هو كان نفسه يبقى واحد ابيض. مهم فضل على الحال ده وكان يعني بيحكي في الكتاب بالتفصيل طريقه تفكيره ساعتها كانت عامله ازاي وازاي حياته نفسها. يعني اقل وصف ليها ممكن يتقال ان هو كان عايش حياه بائسه جدا, كل اللي بيعمله ان هو بيشرب مخدرات وبيسكر ويعني كل يوم بيغير مكانه من بيت لبيت وخلاص انتهينا على كده. فابتدى ان هو القمار ما يجيبش الثمن اللي هو عايزه بالذات عشان ادمان المخدرات والكلام ده كله. فابتدى ان هو يدخل في الاورجنايزد كرايم وفي الجانجز والكلام ده كله. فابتدى يعمل عمليات سرقه حاجات من دي لحد ما هو اتقبض عليه سنه 46. فسنه 46 كان هو عنده 21 سنه, اتقبض عليه واتحاكم ودخل السجن. فبعد ما دخل السجن ابتدت بقى النقطة الثانية للتحول في حياة مارك. بعد ما دخل السجن كان بيقول ان هو السجن ما كان سهل ان انت تكمل فيه نفس الطريقة اللي انت كنت عايش فيها برا السجن. يعني من السهل جدا ان انت تلاقي مخدرات جوه السجن, من السهل جدا ان انت يعني لو عارف ازاي تتعامل ممكن تلاقي الحاجات اللي انت تمشي لك حياتك بنفس الطريقة اللي انت عايش بيها برا. بس اللي حصل جوه السجن ان هو اتعرف على ناس من مجموعة اسمها The Nation of Islam. The Nation of Islam ساعتها كانت هي كل المجتمع الامريكي يعرفه عن الدين الاسلامي, ان في مجموعة من السود بينتموا الدين اسمه الاسلام. هدفهم ان هم يجمعوا الناس السود التانيين ان هم ينضموا للدين ده. الدين ده كان الرسول بتاعه واحد اسمه إلايجا محمد. إلايجا محمد ده كان بيقول ان هو الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم, وان هو يعني جات له رساله وان هو يعني له الحكمه والقدر ان هو يدير كل الناس المسلمين اللي في امريكا دول. وكان من اهم الحاجات اللي بيفهمها لهم ان المسلمين ناس سود بس وان البيض دول شياطين. يعني literally كانوا بيقولوا the white man is the devil, like that's how they saw him, that's how they taught other people to see him, كل الكلام ده. أكبر أعمال الريكروتمنت لنيشن أوف إسلام كانت بتحصل فين؟ في السجن. دايما كان يبقى عندهم ناس في السجن كل الهدف ليهم إن هم يشوفوا ناس زي مالكم كده ويبتدوا إن هم يدعوه لحد ما هو كمان إيه يسلم. مهم واحد اتعرف على مالكم ودعاه للإسلام ومالكم شاف إن الإسلام ميك سنس وإن يعني وحدانية ربنا سبحانه وتعالى. وهو he was influenced برضو بالزي ان the nation of Islam كانوا بيحترموا نفسهم قوي. like الطريقة اللي هم كانوا بيمشوا بيها او بيتعاملوا بيها كان فيها عزة جدا وكان فيها كرامة, ودي كانت حاجة هو كانت ناقصة من حياته جدا بسبب الحياة اللي هو كان بيعيشها مع مخدراته والكلام ده كله. فقالوا له لو انت عايز تنضم لازم تبطل تشرب ولازم تبطل المخدرات.
ومن ساعتها بقى قرر مالكم ان هو يبتدي يغير حياته طول السجن، طول فترة السجن. فأول حاجة ابتدوا بيها عشان يفهموه ازاي ان الشخص الأبيض ده شخص شيطان مش كويس في الكلام ده كله، ادوا المالكم ديكشنري تمام، وقالوا له افتح فيها معنى كلمة أبيض. فتح لقى معناها الخير والنقاء والجمال، كل حاجة حلوة يعني من الآخر. بعد كده قالوا له طيب افتحها تاني وبص على كلمة بلاك معناها ايه، فلقى مكتوب تحتيها darkness, evil, the color of the devil. يعني المهم ان هو بحس ان هو الديكشنري كان مكتوبة بطريقة بتخلي بتبين البيض عامة كأنهم ناس أحسن، وإن السود دول inherently أو يعني بصفة مستديمة ناس أوحش. فمالكم عمل إيه؟ مالكم خد الديكشنري كلها وقرر إن هو ينسخها، كتبها بإيده جوه السجن، وقرر إن هو كل ما يلاقي definition في الديكشنري بيدل على إن الناس البيض أحسن من السود يغير هو الديفينيشن ده بإيديه. فقضى سنة تقريبا من حياته كل اللي بيعمله إن هو بينسخ الديكشنري كلمة كلمة. فده كان له أبعاد كثيرة جدا في حياة مالكم هنجلها بعد كده، بس كانت دي نقطة مهمة جدا في حياته. وقال إن هو من أحسن الأوقات اللي حصلت له في حياته كان يوم ما اكتشف إن السجن بتاعه فيه library، إن يوم ما اكتشف إن السجن بتاعه فيه مكتبة ابتدى مالكم يقرأ ومبطلش قراية لحد ما مات. ابتدى يقرأ لحد ما خلص معظم الكتب اللي عندهم في المكتبة، فابتدى ان هو يطلب من السجن ان هم يجيبوا له كتب تانية من برا المكتبة بحيث ان هو يقدر يكمل قراية وثقافة والكلام ده كله. فبيقول كنت بقرأ كل حاجة، لان هو طبعا ما قدرش يخلص التعليم بتاعه والكلام ده كله، فكان فيه حاجات كثيرة جدا فايتها. فابتدى يقرأ بقى كل الليتراتور كلاسيكس الكلام ده كله، ابتدى هو يقضي وقته في الموضوع ده. وابتدى هو جوه السجن يتعلم من The Nation of Islam ازاي ان هو يعتز بان هو اسود، ويعتز بان هو مسلم، ويعتز بان هو يغير فكرته عن شكل الشخص الاسود. فابتدوا هم يعلموه ان الشخص الاسود لازم على طول يبقى شكله مهندم، لازم على طول يكون لابس بدلة، لازم على طول يكون ماشي رافع راسه وفارد ظهره. فغيروا طريقة تفكير مالكم تماما عن يعني ايه معنى ان انت تكون واحد اسود. فلما طلع من السجن كان مالكم واحد مختلف تماما عن مالكم اللي دخل السجن. فهو طلع سنة 52، واول لما طلع اتضم على طول The Nation of Islam، وابتدى ان هو يكون واحد من الدعاة The Nation of Islam. طبعا الحاجات اللي اتكلمنا عنها يعني عن ليه مالكم مهم والفرق اللي هو عمله، لازم نفهم ان مالكم خرج من السجن سنة 52 واختيل سنة 65. يعني احنا بنتكلم في 13 سنة من حياته، كان هم ال 13 سنة دول هو اللي عمل فيها التغيير الجذري اللي احنا بنتكلم عنه، وان هو من اهم الشخصيات في التاريخ الامريكي والكلام ده كله. دي كانت في 13 سنة من حياته، فيعني ما كانش وقت كبير خالص، بس التأثير اللي عمله في الوقت ده كان مهم جدا. فهو ابتدى بقى من ساعة ما خرج من السجن يدعو to the nation of Islam، وابتدى ان هو يقول لهم احنا ليه بندعو في المنطقة دي بس، طب احنا ممكن نتوسع. وابتدى فكرة ان هو نسخ الديكشنري في السجن وقرى كتير جدا في السجن تفرق في طريقة الكلام بتاعته. فمالكم كان بيكتب كتب دلوقتي عن ازاي هو واحد من احسن الخطباء اللي مروا في تاريخ الناس المشهورة. يعني ان هو كان دايما الانجليش بتاعه كان بيبقى مفيهوش اخطاء، الجرامر بتاعه مفيهوش اخطاء، الكلمة بتاعته دايما موزونة ومحسوبة. فكان ده من اهم الحاجات اللي كانت بتميز مالكم اكس عن الناس كلها، ان مالكم اكس كان ممكن يقف في نص الشارع بمنشور بيتكلم عن The Nation of Islam يخلي الناس اللي في الشارع كلها تقف وتسمع له. ليه؟ من قوة الطريقة اللي كان بيتكلم بيها، من ان هو كان بيتكلم بطريقة الناس السود ما كانوش متعودين عليها. كان الناس السود ساعتها متعودين على ان الشخص الاسود ده على طول حاطط راسه في الارض، على طول ماشي وهو ساكت، على طول ادنى من الشخص الابيض. ابتدى مالكم ان هو يغير الفكرة دي تماما من خلال ان هو
ابتدى يوريهم ازاي الشخص الاسود ممكن يكون واحد من احسن الناس اللي لابسين في المنطقه, من احسن الناس اللي بيتكلموا, ان هو ممكن يدي خطبه يقف لها الابيض والاسود. يعني مالكم في وقت قصير جدا انتقل من واحد لسه طالع من السجن بيقف يوزع منشورات في الشارع, لواحد ماسك the nation of Islam في المنطقه اللي هو فيها, لواحد بقى وصل ان هو يبقى الدراع اليمين لإيليجا محمد, يروح يتكلم بداله, يروح يلقي خطابات بداله, يروح يتكلم في التلفزيون on behalf of, او يعني كممثل ل nation of Islam في وقت بسيط جدا. يعني هم لما هو بيتكلم عنه في الكتاب 4-5 سنين يمكن اقل كمان كانت الوقت اللي هو احتاجه ان هو يوصل من واحد لسه طالع من السجن لواحد هو ده رمز the nation of Islam. لما حد يجي يتكلم عن the nation of Islam يبقى معناها ان هو بيتكلم على مالكوم اكس, وده كان ببساطه لان هو كان بيطلع لما يطلع يتكلم او يطلع في التلفزيون يطلع الكلام ده كله كان عنده يقين شديد باللي هو بيتكلم فيه, كان عنده يقين شديد بان هو بيقوله ده هو الحق, وان هو دي حقوق الناس السود اللي موجوده في امريكا, دي حقوق المسلمين في امريكا, ده اللي المفروض يتعمل. ما كانش بيحاول ان هو ما اظنش ان في كلمه احسن من دي بس يميع الرساله بتاعته, كانش بيحاول ان هو يقول ان الناس البيض يمكن يكون عندهم حق في حاجه معينه من الحاجات دي, لا بالعكس مالكوم اكس كان بينادي لان السود يكون لهم دوله لوحدهم بعيد عن البيض اصلا. يعني كان يعني راح من one end to the other end of the spectrum, كان بيطلع على التلفزيون يقول the white man is the devil, like ما كانش بيفرق معاه, ودي كانت حاجه خلت الناس كلها تلتف حواليه, وبالعكس خلت الناس البيض. يعني انا يعني لو حد فيكم يقدر بعد كده يتفرج على الانترفيوز بتاعت مالكوم اكس في التلفزيون, الاحترام اللي كان بيعامل بيه من البيض ومن السود احترام ما بتشوفوش مع اي حد تاني ساعتها في طريقة كلامهم مع الناس السود. ليه؟ لان هو كان بيخلي اللي قدامه يحترمه بسبب قوة كلامه في النقطة اللي هو عايزها, وكان بيعرف كويس قوي ازاي ان هو يثبت النقطة بتاعته باستخدام التاريخ, باستخدام الشواهد الكتيرة جدا له في التاريخ. مثلا لما نيجي نتكلم على اتسأل بعد كده من أليكس هيلي وهو بيكتب الكتاب, أليكس قال له انت ليه اسلمت وانت في السجن, قال له عشان انا عرفت ان الناس ان اهلي جم من افريقيا وان الافارقه كانوا اصلا مسلمين, وان الناس اول افارقه جم امريكا كانوا برضو مسلمين, وان ده تاريخ اتطمس من عندنا كتير جدا منه, وان انا كل اللي بعمله انا برجع لاصلي, انا مش بعمل حاجه اكتر من ان انا برجع لاصل الناس اللي كانوا جم امريكا قبلي. تمام. ساعتها ما كانش في حد عارف ان العبيد السود اللي كانوا بيجوا امريكا كانوا معظمهم بيبقوا مسلمين, الموضوع ده ما كانش اصلا في الفكر بتاعهم, ما كانش حد فاهم ان المسلمين كان طول عمرهم موجودين في امريكا من ايام ما كريستوفر كولومبس جاء امريكا, التاريخ ده كان انتهى واتطمس لان هم كانوا طبعا كل المسلمين دول ابتدوا ان هم يتمصروا مع الوقت او ينسوا ان هم كانوا مسلمين, فكان التاريخ ده اتطمس. مجرد ما مالكوم اكس قال الكلام ده كله ايه اللي حصل؟ في واحد ريسيرشر اسمه آلان أوستن راح عمل ريسيرش في تاريخ المسلمين في امريكا قبل مالكوم اكس وقبل ظهور The Nation of Islam عشان يشوف لو الكلام اللي مالكوم اكس بيقوله ده صح. انتهى بيه الامر انه كتب كتاب طوله 800 صفحه بيتكلم فيه عن تاريخ الاسلام في امريكا وازاي ان المسلمين كان طول عمرهم موجودين في امريكا وان ازاي ان المسلمين لهم احقيه في امريكا زي ما المسيحيين لهم احقيه لان هم الاثنين جم امريكا في نفس الوقت. فبسبب كلمه يعني بسبب كلمه واحده بس هو كان قالها في الانترفيو كده وهو ماشي بيشرح فيها ليه هو اسلم, ابتدى an entire field of research يطلع منها بيتكلم في تاريخ المسلمين في امريكا وازاي هو مرتبط جدا بتاريخ السود في امريكا. فدي يعني نبذه كده بصراحه. ابتدى مالكوم اكس بقى بعديها يتعرف في جميع انحاء العالم, فابتدوا الممثلين الافارقه لما يجوا امريكا يبقوا عايزين يقابلوا مالكوم اكس, وابتدوا يجي له هو انفيتيشنز ان هو يسافر في اماكن مختلفه من العالم يعني يتعرف فيها على رؤساء الوزراء والبريزيدنتس والكلام ده كله كواحد من اهم الشخصيات اللي بتمثل السود في امريكا.
اللي نتج عن ده ان كان في ناس جوه the nation of Islam كانوا بقالهم موجودين قبل ما مالكم يجي بسنين, ومالكم بقى فجأة الدراع اليمين في الرسول بتاعهم اللي هو إلايجا محمد. فابتدت الناس اللي جوه nation of Islam تغير منه, فابتدت الناس بقى تنقل أخبار غلط لإلايجا محمد تقول له انت شفت مالكم عمل ايه من وراك, انت شفت مالكم استغل المنصب اللي هو فيه ده عشان يعمل 1 2 3 4. فابتدى العلاقات ما بينه وما بين إلايجا محمد تتوتر جدا, وابتدى ناس كتير جدا جوه the nation of Islam يكرهوه. ففي سنة 64 جات له invitation من الملك, ملك السعودية ساعتها الملك فيصل صح. فملك فيصل بعث له قال له احنا نحب ان انت تيجي تزور السعودية وتيجي تزور مكة وتحج. فسأل إلايجا محمد لو يقدر ان هو يعمل كده, طبعا ما كانش في حاجة بيعملها مالكم, احنا يعني مع كل اللي عمله ده ما كانش في حاجة بيعملها غير لما بيستشير فيها إلايجا محمد الأول, من كتر ما هو إيمانه بأن الراجل ده هو الرسول والكلام ده كله. فإلايجا محمد قال له بص الدنيا متوترة جدا هنا وهو the nation of Islam, فانت روح ويمكن انفصالك شوية عننا لما ترجع يكون ده حاجة كويسة ليك. فسافر مالكم أكس وراح زار القاهرة وزار دول كتيرة جدا في أفريقيا, وبعد كده راح يحج. فلما راح يحج مالكم أكس فوجئ إن المسلمين مش سود, يعني إن في مسلمين بيض وفي مسلمين من جميع أنحاء العالم. فدي بالنسبة له يعني إحنا لازم نفهم إن الراجل ده كان متخيل إن جميع المسلمين في العالم كانوا ناس سود. فراح الكعبة وهو بيحكي بيقول أنا كانت أول مرة في حياتي أشوف المنظر ده, ناس بيض واقفين جنب ناس سود ومحدش فيهم بيشتم التاني, محدش فيهم بيكره التاني, محدش فيهم بيعادي أي حد تاني. حتى هو كان كتبها بطريقة حلوة قوي, كان بيقول فيها في خطاب بعته للأسيستنت بتاعه بعد ما راح يحج, يقول During the past 11 days here in the Muslim world I have eaten from the same plate, drunk from the same glass and slept in the same bed or in the same rug while praying to the same God with fellow Muslims whose eyes are the bluest of blue, whose hair is the blondest of blonde, and whose skin was the whitest of white. And in the words and in the actions and in the deeds of the white Muslims, I felt the same sincerity that I felt among the black African Muslims of Nigeria, Sudan, and Ghana. So this was like, ده جزء من letter طويل جدا بعته للassistant بتاعه بيشرح له ازاي ان هما كل المعتقدات اللي هما كانوا بيؤمنوا بيها كانت غلط, ازاي ان هو اكتشف فجأة ان مفيش حاجة اسمها إلايجا محمد وان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيش بعديه حد تاني, وان ازاي ان الاسلام بيدعو بالعكس للتعايش ما بين الاجناس المختلفة والناس من اماكن مختلفة. فبالفكر ده رجع مالكم اكس لامريكا وقرر ان هو هيسيب the nation of Islam. فالقرار ده يعني احنا لازم نفهم قد ايه هو صعب, لان the nation of Islam ما كانتش مجموعة كده مع بعضهم قاعدين كده متحابين في الله يعني يحبوا بعض الكلام ده كله. nation of Islam كانت مافيا, كانوا بيمشوا كل واحد فيهم شايل السلاح بتاعه. يوم في لقطة مشهورة لو حد فيكم اتفرج على فيلم مالكم اكس كان فيها لقطة رفض البوليس ان هو ياخد يعالج فيه واحد كان اتصاب from the nation of Islam وكانوا هيدخلوه السجن بدل لما يعني يودوه المستشفى. فراح مالكم اكس وخد كل الناس اللي معاه from the nation of Islam راحوا لمستشفى السجن, وقفوا كلهم في خطين طوال, كلهم لابسين نفس اللبس, كل واحد فيهم شايل سلاح, وكلهم بيمشوا كأنهم في الجيش. وقفوا قدام المستشفى دي وطبعا طلع لهم البوليس بيقول لهم في ايه, قالوا له احنا مش هنمشي من هنا غير لما انت تاخد الراجل بتاعنا توديه المستشفى الحكومية, ما توديهوش مستشفى السجن. فبص لهم كده فكلهم قاموا واخدين السلاح بتاعهم ومطلعينه لبره. فالراجل اكتشف ان هو يا اما هتحصل مذبحة يا اما يودي الراجل ده لايه المستشفى التاني. فقال لهم خلاص هودي الراجل للمستشفى التاني. مالكم بإشارة واحدة من ايديه كلهم لفوا الناحية التانية ومشوا زي الجيش. فإحنا لازم نتخيل المنظر ده عشان نشوف واحد القوة اللي كان فيها مالكم اكس جوه nation of Islam, اتنين المافيا اللي هي كانت nation of Islam. يعني nation of Islam ما كانتش بس مجموعة دعوية او مجموعة بتحارب عشان رأي معين, لا ده هما كان كل واحد فيهم
مدرب تدريب كامل في حاجات مختلفة كتير جدا. فان هو يسيب الكلام ده كله ويجي يقول لهم على فكرة ان انتوا بتؤمنوا بيه ده غلط, وعلى فكرة ان هسيبكم, وانا مش بس هعمل كده, لا ده انا هكمل ان انا اطلع في التلفزيون وهكمل ادي خطابات وهكمل اعمل الكلام ده كله, وهقول فيه ان انا كنت فاهم الاسلام غلط وان الاسلام الصحيح بيدعو الواحد 2-3-4, وهكمل اقول ان السود مظلومين في امريكا, وان انا لسه بؤمن بان في حاجات كثيره جدا ممكن تحصل عشان تحسن حياه السود في امريكا وعشان تحسن العيشه اللي هم عايشينها. فده كان بالنسبه له خطوه صعبه جدا, وكان عارف, ماكم اكس كان عارف, يعني هو حتى وهو بيحكي عارف ان الايام اللي فضلانه ما كانتش كتير, وعارف ان كل خطاب هو بيطلع يديه خطاب ممكن هو يروح يديه وما يرجعش ليه, فهو كان عامل حسابه على الكلام ده كله. يعني هو مش ماكم اكس كان استراتيجيكلي بيفكر كويس جدا وما كانش غبي يعني خالص. ف اتعرف بعد كده ان نيشن اوف اسلام كانت ظبطت مع السي اي اي ان احنا هنموته وان ده هيكون في صالحنا احنا الاثنين, ان السي اي اي كان بالنسبه لهم ماكم اكس ابتدى يعمل لهم قلق ان هو اللي هو تبع نيشن اوف اسلام فما يقدروش يحكموه من خلال تعاملاتهم مع إلايجا محمد, ولا هو تبعهم, فهو بقى حاجه في النص هم مش فاهمينها. فالموضوع ده كان بالنسبه لهم خطر قوي, فقرروا ان هم يدوا نيشن اوف اسلام ذا جرين لايت ان هم لو موتوه مش هيعملوا حاجه لإلايجا محمد وان هو مش هيتقبض عليه والكلام ده كله. ففي يوم طلع يدي خطاب له في تشيرش صغيرة جدا بيتكلم فيها, وهو كان ساعتها لما هو قرر ان هو ينتقل من The Nation of Islam للإسلام الصحيح, أخذ معاه ناس كثيرة جدا كانوا في The Nation of Islam, فصحح مفاهيم كثير جدا للناس, على الأقل عرفهم ان The Nation of Islam مش هي الاختيار الوحيد لأي حد مسلم. فكان ده برضو عامل أزمة تانية للناس في نيشن أوف إسلام, إن هو خد ناس كتير جدا كانوا بيؤمنوا بالفكرة جدا بيشتغلوا مع نيشن أوف إسلام بيدفعوا فلوسهم كلها لنيشن أوف إسلام, دول كلهم مشيوا وبقوا مع ماكم أكس. فراح يدي الخطاب بتاعه وواحد من الحضور كان من نيشن أوف إسلام طلع المسدس بتاعه وموته. فده كان سنة 1965, ماكم أكس ساعتها كان عنده 40 سنة. فالدروس المستفادة يعني من حياة ماكم على الأقل في وجهة نظري, ماكم أكس عرف ناس كتير جدا عن الإسلام وقت حياته لما قرر أنه هو يغير دينه من لا دين لنيشن أوف إسلام, أو حتى بعدها لما قرر يغير دينه من نيشن أوف إسلام للإسلام اللي احنا بنعرفه الإسلام الصح. ف دي تغييرات ما كانتش بسيطة, كانت تغييرات جذرية في واحد, احنا بنتكلم واحد عاش حياته 40 سنة بس, فان هو يغير مفاهيمه كاملة 3 مرات في حياته, ده معناها ان الشخص ده كان عنده اخلاص رهيب جدا في ان هو يمشي وراء اي حاجة هو بيعتقد ان هي الحق, ان هي ده الطريق الصحيح, ومش بس ان هو يمشي وراها, لا ان هو يتعلمها كويس جدا, ان هو يتكلم عنها بكل حرية وصدق وايمان, يخلي الايمان بتاعه ده يأثر في الناس اللي حواليه تأثير جامد. تاني حاجة ان كل جزء من حياته كان مهم للشخص اللي هو كان عليه سنة 1965, كون ان هو كان مجرم فهم ماكم مفاهيم كثيرة جدا عن الناس المستضعفة واللي في السجون والكلام ده كله من السود والطريقة اللي بيعاملوا بيها والمشاكل اللي بتمر بيها, ودي خلته ناس كثير, خلت ناس كثير جدا تسمعه ما كانتش هتسمعه لو هو كان تجربته زي تجربة مارتن لوثر محسش قوي بالطبقة اللي هي تحت الصفر اللي كانت موجودة في أمريكا من السود ساعتها. وهو فهم كويس جدا معنى ان انت تنتصر لفئة معينة من غير ما ان انت تغير مفاهيمك عشان تحسس اللي قدامك بالراحة. يعني هو ماكم made a lot of people uncomfortable, a lot of black people, a lot of white people, بطريقة كلامه, بالطريقة اللي هو كان بيطلع فيها على التلفزيون يقول كلام ما حدش كان عمره سمعه قبل كده, كان بالنسبة للوقت ده كان very very radical. يعني انت ازاي تقول ان حقوق السود هي حقوق البيض, ازاي تقول ان السود بيطالبوا ان هو يبقى ليهم اماكن تبقى ليهم هم. يعني ماكم كان في وقت من الوقت بيقول احنا مش عايزين البيض, احنا كل اللي عايزينكم نسجونا في حالنا, مش عايزين اكتر من كده.
فدي كانت بالنسبة لهم أفكار جديدة جدا كانت عمرهم ما سموها. فعشان أنت تطلع تقول الكلام ده كله أنت محتاج أن أنت تكون واثق جدا من اللي أنت بتقول. تالت حاجة أن مالكم كان عنده استعداد دايما أن هو يتعلم. مالكم قضى حياته من ساعة ما دخل السجن لحد ما مات بيتعلم، كل ما بيتعلم حاجة جديدة كان بيطبقها. وكان معروف عنه أن هو الوقت بالنسبة له مهم جدا، كان بيحسب كل حاجة بالدقيقة، الوقت اللي هياخده من هو يسافر من منطقة معينة لمنطقة معينة، الوقت اللي هياخده عشان يروح ميتنج معين، كان على طول حاجتين ما بيفرقوهوش، نظارته والساعة بتاعته. فكان بالنسبة له الوقت كان حاجة مهمة جدا. فالسؤال اللي هو بيسمى بيه مالكم ان هو عمل 15 سنة ده كله عشان السود في أمريكا وعشان نحن في أمريكا، عشان المسلمين في أمريكا. فالسؤال اللي هو بيسمى بيه اللي هو احنا هنعمل ايه؟ احنا ايه التأثير بتاعنا اللي احنا هنسيبه؟ هو في 15 سنة عمل ده كله. في ناس انا زي ما قلت في الاول، في ناس كثيرة جدا اسلمت بس من قراية الكتاب. ليه؟ لان الكتاب هو بيحكي فيه مالكم قصة حياته بكل صدق، وفي الوقت اللي هو بيؤمن بيه في النيشن اوف اسلام بيحسسك ان انت لازم تؤمن بيه في النيشن اوف اسلام. في الوقت اللي هو عايش فيه حياة اجرامية فيها شرب فيها مخدرات الكلام ده كله بيعيشك في احساسه وايمانه في الوقت ده. فبالتالي انت لما بتوصل معاه للناتج النهائي اللي هو وصل فيه ان هو بيؤمن بالاسلام الصحيح، فانت بتبقى عشت كل حياته معاه وعارف هو قد ايه صادق في كل حاجة هو بيقولها، لدرجة ان هو يعني هو صادق بيبين لك صدقه من الاول بان هو بيشرح لك كل حاجة وحشة حصلت في حياته وهو صغير. فبالتالي انت لما تصدق ده اكيد هتصدق بقية الكتاب. ف يعني عشان كده على ما اظن ان هم سموه من اهم الكتب في القرن العشرين، وهو واحد من اهم الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده. على ما اظن ان هو مرات مالكم اكس كانت بتقول ان الشيوعيين انتصروا لمالكم وthey celebrated مالكم وخلوه جزء من الكالتشر بتاعهم. السود خلوا مالكم اكس جزء من الكالتشر بتاعهم. حتى مالكم اسم مالكم انتشر في الأربعين سنه اللي فاتوا جدا ما بين الناس السود، لان كلهم كانوا بيسموا اولادهم على اسمه. فهي كانت بتقول امتى المسلمين هينتصروا لمالكم وامتى المسلمين are going to celebrate Malcolm in the same way that everyone else is. Like, when are they going to claim Malcolm to be theirs? Because he did so, يعني هو عمل حياة كثير جدا للمسلمين بس احنا معظمنا ما نعرفش عنه. ف يعني ياريت يكون ده بداية لان كلنا ناخد الوقت نتعرف على